السلام عليكم. معلش انا مضايقكم شويه ان انا بكلم، بس في حاجه انا افتكرتها مهمه جدا ومش هثقل عليكم لان ما بحبش اتكلم في السياسه كتير. الفتره اللي فاتت دي فعلا خلت الواحد، طبعا احنا في رمضان الطبيعي ان انت لما بتصوم زي ما انت عارف بتحس بالاحساس الفقير واحساس الغلبان واحساس المعدم اللي هو مش لاقي ياكل ومش قادر يعني من فوائد الصيام هذا الشعور وهذا الاحساس، طبعا فضلا عن انك بتهذب الاخلاق وتهذب النفس وان انت ازاي تعمل هو السيطره على الغرائز والشهوات بحيث ان تسمو الروح ويرجع التوازن تاني بين الروح والجسد. لكن لما بتكون في رمضان ويكون حواليك حصار، ده بيضاعف شوية الإحساس اللي الواحد ما تعودوش قبل كده أو بيبقى محتاجة ظروف معينة عشان نحس بيها. طبعا كنا بنسمع زمان عن إزاي الأشقاء في البلاد الإسلامية أو البلاد العربية اللي بيحصروا سواء في فلسطين أو في غزة أو اللي حصل لهم حصار في سوريا أو في بقاع الأرض المختلفة، أو زي ما بنسمع في التاريخ أو زي ما ذكر أيام الرسول عليه الصلاة والسلام حصار الناس المسلمين في أو حتى منهم الكفار، لأن كانت قبيلة الرسول عليه الصلاة والسلام بني هاشم وبني عبد مناف، دول حصروا في الشعب وسمي بشعب أبي طالب، دول اتحصروا كانوا منهم مسلمين وكفار، لكن كان في مقاطعة تامة. ده بيديك إحساس مختلف خالص، وده يعني من فضل الله علينا او من فضل الله عليا ان انا ابتديت احس الاحاسيس اللي كانت ممكن ما توصليش لما كنت بتسمع انه الناس مثلا في غزه بيقطع عنهم او الناس في البلاد الاسلاميه بيقطع عنهم الغذاء والدواء وان هم ما يوصلهمش علاج او ان هو بقى محتاج حاجه لطفله ولا يجدها. فسبحان الله الفترة أو الأيام اللي فاتت دي لما ابتدى يبقى في تخوف هيحصل إيه أنه عندنا في الدوحة، هل الغذاء هينقطع، طب الدواء، الحمد لله بفضل الله مفيش حاجة حصلت. بس اللي أنا عايز أوصله إنه لما يكون الحصار من عدو ساعات بتبقى نفسك مقبلة على الله وما بتخافش وما بتأثرش فيك، يعني ما بيحزش في نفسك قوي. لكن لما الحصار ده بيكون من أخ أو من صديق عزيز أو من بني جلدتك أو بني لحمتك أو يعني حتى منك هو اللي بيعمل هذا الحصار، أو تلاقي إن إخوانك بره بيصفقوا وبيهللوا ويا سلام أيوة حاصر الناس دي، ده على فكرة إحساس مش سهل، إحساس صعب جدا وساعات بيسيب جرح. اللي أنا عايز أوصل له إنه إخواتنا وإخواننا وأخواتنا اللي عايشين خارج هذا الحصار، فكرتوا في إخوانكم اللي عايشين في البلد دي إحساسهم إيه؟ رد فعلهم إيه؟ إزاي هم شايفينكم؟ طبعا هو أنا مقدر الظروف ومقدر الهوس والجنون الإعلامي اللي فرق، اللي هو عارف سحر هاروت وماروت اللي هو ما يفرقون به بين المرء وزوجه، الإعلام سحرنا، السحرة فرعون سحروا الناس، فرقوا بين المرء وزوجه، فرقوا بين البين الواحد، بين البيت أعضاء البيت الواحد، فرقوا بين الأسرة الواحدة. يا إخواننا خلوا بالكم، والله احذروا الكلام ده، الظلم ظلمات يوم القيامة، وخلوا بالكم حتى اللي هو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. اللسان يا أخوانا التهليل والتصفيق وإشعال الحجر ويعني حمالة الحطب، يعني شفنا وامرأته حمالة الحطب، أبو امرأة أبو لهب وأبو لهب ذكروا اسما في القرآن عن ناس كثيرين، يعني ذكروا بالاسم والسبب في ذكرهم بالاسم نتيجة إشعالهم لنار الفتنة، إن هم كانوا بيؤججوا العداوة والبغضاء ويشعلوا نار الحروب،
والله العظيم نخلي بالنا ده إثم عظيم وذنب عظيم إن إحنا نشعل نار الفتنة وإن إحنا نهلل ونصفق للحريقة، زي بالظبط يونس الشلبي أبويا اتحرق، هي أبويا اتحرق يا خيبتنا. بتهلل على إيه؟ وبتسقف على إيه؟ بتسقف على خراب ديار المسلمين؟ بتصفق على التفكك؟ يا جماعة ده الناس كلها بتتكتل، يقوم يجي العرب والمسلمين وهو ربنا حذاهم ووهب لهم وأعطاهم كثير من الخيرات والثروات، معادن تلاقي، ثروات زراعية تلاقي، ثروات بشرية تلاقي، ربنا سبحانه وتعالى أغدق علينا من الثمرات والرزق والخيرات والعقول، لكن للأسف إحنا بنتفنن إزاي يعني نهدر هذه الثروات ونبطر نعمة الله. نعمة الله علينا أن احنا نشكرها، وشكر النعمة هو عمل الخير بيها وتوزيعها في مرافقها الصحيحة. فأتمنى من الله أنه جزء كبير اللي غاب عنه في الفترة اللي فاتت دي وأخذته العزة بالإثم وإحنا مصريين وإزاي وقطر والجزيرة والبتاع ده، يا خيبتنا والله فوقه يا أخواننا، ملناش غير بعض. والمسلمين قوتهم زي ما اتفقنا في وحدتهم، وإن ما تنسوش إن إخواتكم في الحصار. أنا مش خايف والله العظيم، ما خايفين والحمد لله رب العالمين، فضله عظيم ولم نتأثر يعني قيد أملة ولا شعرة. والله إحنا في بيتنا الثاني، مش عايز أقول بيتنا الأول، يعني إحنا أصحاب بلد وأهل ومش خوف، ربك هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، والله لا جزع ولا خوف من اللي هيحصل، لا أحد يملك رزق أحد، رزق بيد الله، لو توكلتم على الله حق توكله، ونحن متوكلين على الله حق توكله، لرزقكم كما رزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، رايحين يعني وبنرجع، رزق الله ده لا لن يقطعه، لا ليس بيدي احد. والكلام ده مش الواحد ده، هتقول لي ماجور، هتقول لي خاين، هتقول لي عميل، قول زي ما تقول، والله لا نهبه لا نأبه ولا نخاف الا من الله سبحانه وتعالى. لكن انا نصيحة أخوية، والله العظيم نصيحة أخوية، نصيحة لإخواني وأخواتي اللي انزلقوا وألسنتهم يعني بقت بالفحش. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس المؤمن لا باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذيء، ما ينفعش، ولا حتى اللي هو بيحاول يبرر لها بمخرج ديني تاني، إلا من يعني الآية هربت من ذهني الآن، إنه بيلاقي لها مخرج، إنه طالما أنت الضغط عليك ديني بتقدر تبقى فحاش. وقول اللي ده حصل أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، قول الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلمة فحش أو كلمة أو أشعل النار أو 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 خد. يا جماعة إحنا جبنا الكلام، مرجعيتنا فين؟ انسوا الإعلام اللي ربنا هيحاسبهم حساب عسير، اللي هم بيشعلوا نار الفتنة، اللي هم للأسف مفككي الأمة ومشعلي الحروب والفتن، والله العظيم لن ينفعونا. استبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا، إن انت مش هينفع يجي تقول ايه ما هو اللي قال لي، ما الإعلام هو اللي قال وانا صدقته، ما حدش هيفهم الكلام ده يا اخوانا في الآخرة، ما فيش الكلام ده، مش هترجع تلزق التهمة في حد تاني. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما 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 مش هتعرف تلزق التهمة في حد تاني. فأرجو الإخوان اللي هم عمالين بيبعتوا قطر مش عارف إيه والعرب إيه والسيسي مين والبيسي مين، يا أخوانا فوق والله العظيم، خلوا بالكم من ألسنتكم، اعملوا على وحدتنا، حرصوا على لم الشمل وراء بالصدع، عيشوا الإنسانية، افهموا معاني الإنسانية. إنما بعثت، ده الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أخلاقنا تنهان عن اللي بيحصل ده،
سواء التلاسن او التفاحش او الفتن او الرمي، يعني مثل الجليس الصالح والجليس السوء، ان انت واحد كحامل المسك والتاني كنافخ الكير. ما تبقاش نافخ كير يا اخي، خليك حامل المسك، خلي ريحتك حلوه، خلي كلامك طيب، خلي الكلام اللي طالع من بقك حلو. لو هتكتب اكتب حاجه كويسه، مش عايز خلاصك في خيرك شرك، سد بقك وخلاص. يعني في زمن الفتنه يعني فلزم بيتك او وليسعك بيتك وامسك عليك لسانك. زمن فتنه، خلاص حصلت فتنه، يا اما تصلح يا اما تحط لسانك في بقك. معلش انا اسف ان انا منفعل شويه، بس زي ما بقولك الاحساس، وانت والله العظيم مخوف، بس حسيت باهل غزه كانوا بيحسوا ازاي، والناس في بورما بيحسوا ازاي. الاحساس مضاعف لما تكون الخيانه والطعن من اخوك، اللي هو تبقى احنا موجودين في الكويت ونروح باعتين جيش نضرب مش عارف مين. يا اخوانا الاخ هنا والاخ هنا ما ينفعوش يتقاتلوا، ما ينفعوش يتصارعوا. أتمنى تكون الرسالة وصلت. كل عام وأنتم بخير. نسأل الله تاني أن يجمع شمل الأمة ويرأب الصدع والفتنة. أحاول ما أتكلمش في السياسة على قد ما أقدر، لكن بإذن الله لو عجبكم هنتكلم بعد كده على خبرات من الحياة ومواقف الواحد تعرض لها شخصيا، مش هنفتي برضو عشان تبقى مثال حي لأولادنا والأبنائنا والأصحابهم، إن إزاي ربك دايماً سبحانه وتعالى بيقف جنب العبد، وإنه كرمه ما أوسعه ورحمته وسعت كل شيء. مش أقول الواحد مؤمن ولا صالح، انسى الكلام ده، هو رب كريم، اللي يتوجه له لا يخذله، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. معلش طولت عليكم، كل عام وانتم بخير ورمضان كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا السلام.